أسباب السمنة. 90% من أسباب السمنة تكون نتيجة عدم الالتزام بعادات الأكل الصحية. ونقصد بعدم الالتزام بعادات الأكل الصحية هو أكل كمية أكبر من احتياج الجسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم وقيمات من كل صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكذلك من أسباب السمنة الأكل الغير صحي أو الأكل الغير متوازن، ونقصد به أكل كمية أكبر من السكريات والنشويات، كأكل كمية أكبر من الخبز والمكرونة والرز مقارنة بالخضروات والفواكه والبروتينات. وكذلك من أسباب السمنة أمراض مزمنة مثل أمراض الغدة الدرقية، مثل كسر في الغدة الدرقية. وكذلك قد يكون من أسباب السمنة أسباب وراثية، وكذلك تناول بعض الأدوية مثل أدوية الكورتيزون وبعض الهرمونات. مشاكل السمنة: مشكلة السمنة هي مشكلة عالمية. في السعودية تمثل السمنة المفرطة ما يقارب 40% من السعودية. السمنة هي أحد أسباب أمراض داء السكري، كذلك أحد أسباب مرض ارتفاع ضغط الدم. كما تسبب السمنة صعوبة في التنفس، وخاصة وقت النوم أو ما تسمى بمتلازمة وقف التنفس وقت النوم، سليب أبنيا سيندروم. كما أن السمنة هي أحد أسباب أمراض القلب نتيجة زيادة الكوليسترول في الدم، وهي أحد أسباب السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان الأبيض وسرطان الأبيض. علاج السمنة يعتمد علاج السمنة على معدل كتلة الجسم. معدل كتلة الجسم أو ما يسمى بالـ BMI هي عبارة عن الوزن على الطول بالمتر مربع. ومعدل كتلة الجسم الطبيعية هي من 20 إلى 25. فإذا كانت معدل كتلة الجسم من 25 إلى 30 تسمى زيادة في الوزن، عادة علاجها تكون بالحمية الغذائية. أما إذا كان معدل كتلة الجسم من 30 إلى 35 تسمى سمنة خفيفة، وعادة تعالج بحمية غذائية مع ممارسة الرياضة. أما إذا كان معدل كتلة الجسم من 35 إلى 40 تسمى سمنة متوسطة، وعادة تعالج بحمية غذائية مع ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى إضافة بعض الأدوية المعترف عليها عالميا تحت إشراف الطبيب. إذا كان معدل كتلة الجسم 40 فما أكثر فهذه تسمى سمنة مفرطة، وعادة يتم علاجها بحمية غذائية مع ممارسة الرياضة مع إضافة بعض الأدوية لمدة 6 أشهر. وإذا فشلت في إنقاص الوزن فيضطر المريض خيار العلاج. من أهداف التغذية العلاجية علاج أسباب السمنة، سواء كانت أسباب مرضية أو أسباب متعلقة بالعادات الغذائية. تاني حاجة أني أنا أعمل على خفض الوزن بطريقة صحيحة، لأنه زي ما احنا عارفين أنه المريض لما بينزل وزنه كيلوغرامات كثيرة في فترة زمنية قصيرة، هذا الشيء طبعا بيعتبر غلط وخطر على صحته. الحاجة الثانية من التغذية العلاجية أنه أنا بأخفض من مضاعفات الإصابة بأمراض السمنة، اللي هي الإصابة بالسكري، أمراض القلب والشرايين، ارتفاع ضغط الدم. طيب أهم نقطة في الموضوع أنه كيف أنا أبدأ أعمل حمية غذائية للمريض المصاب بالسمنة. أول حاجة، المريض المصاب بالسمنة لازم يراجع أخصائي التغذية
ولما بيجيني المريض على العيادة باخذ وزنه باخذ طوله وأحسب حسابات معينة عشان أقدر قد إيش السعرات الحرارية اللي هو يحتاجها. بعد كده بعرفه على الهرم الغذائي. الهرم الغذائي زي ما انتم شايفين في الصورة بيعرض لنا المجموعات الغذائية. كل مجموعة غذائية موجودة بلون معين، زي مثلا اللون البرتقالي اللي هو مجموعة الخبز والحبوب، اللون الأخضر مجموعة الخضروات، بعد كده اللون الأحمر مجموعة الفواكه، اللون الأصفر اللي هي الدهون والزيوت، اللون الأزرق مجموعة الألبان، بعد كده الأخر حاجة اللي هو اللون البنفسجي بيعرض لنا مجموعة اللحوم. هلاحظ أنه كل ما زادت مساحة اللون معنى كده أنه المريض بيحتاج كمية أكبر من هذه المجموعة. يعني زي ما هو واضح من الهرم اللي قدامنا أنه المريض بيحتاج كمية أكبر من الكربوهيدرات وعلى النقيض كمية قليلة جدا من الدهون والزيوت. كمان من النقاط المهمة أنه أنا بأدرب المريض على استخدام البدائل الغذائية. يعني مثلا في حميات بيقولوا للمريض خلاص الفطور حتاخد مثلا تفاحة ولبن زبادي، الغداء حتاخد رز ومثلا دجاج مشوي، العشاء حتاخد سلطة. فمو من المعقول يعني أنه المريض حيستمر على ده الشيء فترة طويلة، حيجيله نوع من الملل. فأنا عشان أكثر الحاجة دي بأعلمه على حاجة اسمها البدائل الغذائية. إيش هي البدائل الغذائية؟ عبارة عن نظام سريع عملي بأخطط في الوجبة الغذائية. البدائل الغذائية عبارة عن جداول فيها كل الأغذية بكمياتها وقديش السعرات الحرارية. يعني أنا بعطيه حرية الاختيار، بينوع الخيارات كل يوم، يقدر يأكل حاجة معينة ضمن الحصة اللي هو يحتاجها أو الكمية اللي هو يحتاجها. يعني أهمية البدائل الغذائية بتعطي للمريض تنوع في الاختيارات ويقدر يأكل أي حاجة هو يبغاها بالكمية اللي هو يحتاجها. من النصائح اللي بنعطيها للمرضى المصابين بالسمنة، أول حاجة إنه لازم يقلل كمية الملح في الأكل، لأنه زيادة الملح بتعمل تجمع للسوائل في الجسم فبيبان على الشخص إنه هو وزنه زايد. تاني حاجة الامتناع عن المشروبات الغازية لأنها بتحتوي على نسبة كبيرة جدا من السكريات. من النصائح كمان إنه نزيد كمية الألياف الموجودة في الأكل. الألياف موجودة فين؟ في الخضروات، الفواكه، وفي الحبوب الكاملة. ضروري جدا تناول وجبة الإفطار، لأنه لما نتناول وجبة الفطور في الصباح إحنا كده بنضمن إنه إحنا بناخد كميتنا كمية كافية من الأكل في الغداء وكمية كافية من الأكل في العشاء، زائد إنه وجبة الفطور بتزيد من عملية الحرق في الجسم، فبيساعد على إنه الواحد يخف وزنه. ماذا يجب على المريض قبل العملية؟ قبل العملية يجب أن يعرف المريض أن العملية هي بداية لحياة جديدة وليس نهاية الصورة. كما يجب تحضير المريض نفسيا للعملية، لأن طبيعة الأكل سوف تكون مختلفة تماما عن الطبيعة عن طبيعة الأكل ما قبل العملية. كما يجب على المريض مناقشة المشاكل التي قد تحدث أثناء العملية أو بعد العملية مع الجراح الذي سوف يقوم بإجراء العملية. كما يجب مناقشة عادات الأكل الجديدة التي سوف يتبعها المريض بعد العملية. قبل العملية الجراحية المفروض أن المريض بيتناول وجبة غذائية متوازنة فيها كل العناصر الغذائية. تاني حاجة لازم يصير في تدرج في الغذاء إلى ما يصير الأكل كله عبارة عن سوائل. قبل العملية بيوم المفروض أن المريض ما يتناول أي حاجة عشان بس يدخل العملية وهو جاهز، ما يصير في أي مضاعفات في أثناء العملية. أول سبب لإجراء عمليات السمنة المفرطة اللي هو نقيس معدل كتلة الجسم اللي هي تساوي وزن الجسم بالكيلوغرام على ارتفاع الشخص وتنتج بالمتر المربع. فإذا كان هناك النتيجة من 35 ل40 أو ما فوق فيجب إجراء هذه العملية. وطبعا الأيام دي العمليات بالمنظار،
فهي مضاعفاتها أقل مما كان في السابق بالعمليات المفتوحة. فإذا فشل المريض أو الشخص ينقص وزنه عن طريق الرياضة أو عن طريق استعمال الحمية في الطعام، فهنالك يجب عليه إجراء هذه العملية لتجنب المضاعفات الخطيرة التي قد تحصل من أمراض القلب وأمراض في الرئة وارتفاع ضغط الدم وحاجات أخرى كثيرة. السبب الثاني اللي هو ممكن يكون الناس اللي عندهم سكر وهو مرتفع وزنهم، قد يؤدي إلى مضاعفات بالإضافة للمضاعفات التي تحدث من مرض السكر نفسه. كذلك ارتفاع الضغط الدم، وهذا طبعا خطير لأنه ممكن بعد كده يؤدي إلى مضاعفات، منها مثلا على سبيل المثال تكون جلطة وتروح إلى المخ، وهذه خطيرة جدا تؤدي إلى الشلل وإلى ما ذلك. كذلك مرض قصور الدم عن القلب، وهذه من ضمن دواعي العملية برضو لتجنب المضاعفات التي لا تحدث سوف تحصل لا قدر الله. وهناك في مرض توقف التنفس لا إرادي أثناء النوم، وهذه نتيجة برضو السمنة المفرطة، والجهاز التنفسي هام جدا للإنسان لأنه بدون التنفس الطبيعي ممكن الإنسان يموت لأنه ما حيكون هناك في تنفس، وهذا مرض خطير. كذلك أمراض تصيب المفاصل اللي هي ممكن تصير في تليف أو قسوة في المفاصل، هذه نتيجة الوزن الزائد عند بعض الأشخاص. وعند بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يحصل عندهم عقم، وذلك لزيادة كمية الدهون الموجودة داخل الجسم وفي الأعضاء، بالذات الأعضاء التناسلية في الرجال. كذلك مرض تكيس المبايض عند النساء، وبرضو هذا راجع إلى زيادة الوزن زيادة السمنة المفرطة. هذه الدواعي التي تؤدي أو التي تحفز إلى إجراء عمليات الجراحة للسمنة المفرطة. فأود أن أقول هنا أن هنالك أنواع كثيرة من الجراحة المنظارية وغير المنظارية، وأيضا النصف جراحية أو ما يسمى بالتدخل اللاجراحي لعلاج هذه السمنة، مثل البالونات التي توضع في المعدة وخلافه. أما بالنسبة لعمليات جراحة أو علاج السمنة المفرطة فهو تنقسم الحقيقة إلى نوعين من العمليات. النوع الأول يعني بتصغير حجم المعدة لاستيعاب أقل ما يمكن من الأكل والشراب، وبالتالي تكون هناك الكمية المأخوذة بواسطة المريض في الوجبة الواحدة قليلة، وبذلك تقل كميات السعرات الحرارية إذا ركز المريض على الابتعاد عن الأنواع من الأكل والشرب ذات السعرات الحرارية العالية. أما النوع الثاني من العمليات فهو تصغير حجم المعدة وتحويل أيضا أو تقصير المسافة التي يمتص فيها الطعام، وبالتالي يكون الأكل والشرب كميته قليلة وامتصاصه أيضا بيكون سريع في جزء قصير جدا من الأمعاء، فلا يتاح لذلك الوقت الطويل للامتصاص الكامل لهذا الأكل أو الشراب الذي يأخذه المريض. بالنسبة للعمليات اللي هي تجرى حديثا والتي هي أكثر شيوعا في العالم بأكمله وحتى في بلدنا هنا، هي عمليات تصغير المعدة لأسباب كثيرة الواقع، وأهم الأسباب هو أن مضاعفاتها إذا قرنت بالمضاعفات التي
تحدث بعد عمليات تصغير المعدة وتحويل المجرى للطعام فهي قليلة جدا. وأنا شخصيا وفريق العمل هنا في هذه الجامعة بالذات ينصح بعمل هذه مثل هذه العمليات أكثر من غيرها. ومن هذه العمليات هي نوعان الحقيقة أكثر شيوعا الآن، وهي تصغير المعدة بواسطة الحزام أو الشريط أو ما إلى ذلك من مسميات مرادفة لهذا الاسم، ولكن هو شيوعا يسمى بالحزام الذي يلف حول الجزء العلوي من المعدة فيقسم المعدة مجازا إلى ثلاثة أقسام. القسم الذي يستقبل الأكل والشراب فوق الحزام هو الجزء الذي فوق الحزام أو ما قبل الحزام، وهذا يكون صغير جدا لا يستوعب أكثر من 50 أو أقل من 50 ملي لتر أو سنتيمتر مكعب من الأكل أو الشراب. والجزء الثاني هو الجزء الذي يمر خلال هذا الحزام، والجزء الثالث هو ما تبقى من المعدة أيا كان حجمها. أما بالنسبة للعملية الثانية فهي عملية تكميم المعدة، وهي باستئصال جزء كبير من المعدة وإبقاء جزء صغير جدا على شكل أنبوبة تصل بين المريء والإثنى عشر، لذلك سميت بتكميم بدل من أن تكون معدة ككيس أصبحت الآن مثل الكم، ولذلك سمى بالتكميم. هذه تمتاز الحقيقة عن ما قبلها هي أنها بتزيل عند إزالة الجزء الأكبر من المعدة يزال معها الخلايا التي تفرز هرمون الجوع أو الإحساس بالجوع، وبالتالي بعد هذه العملية يكون المريض أقل شعورا بالجوع من قبل، فتقل شهيته أيضا، وليس فقط كمية الأكل أو الشرب إنما أيضا تقل شهيته، فلا يعني لا يستطيع أن يأكل بشهية مثل ما كان يفعل. أما بالنسبة للحزام فحوالي 85% فقط من المرضى تقل شهيتهم، وما تبقى من ذلك تكون شهيتهم عادية. أما مضاعفات عمليات السمنة المفرطة فهي نسبيا قليل بالذات في الأيام هذه بعد اكتشاف جراحة المناظير السمنة، وتنقسم المضاعفات إلى قسمين قصيرة المدى وطويلة المدى. يعني مضاعفات تحدث أثناء العملية أو بعد العملية مباشرة أو مضاعفات تحصل بعد عدة شهور بعد إجراء العملية، وهنا تشمل مشاكل الجرح الجراحي. في السابق كان الجرح العمليات المفتوحة في مضاعفات أكثر من الآن، نتيجة أنه الآن أثقاب صغيرة لا تتجاوز 2 سنتي أو 2.5 سنتي بالكثير وربما 0.5 سنتي لإجراء عمليات المنظار. في السابق كان الجرح طويل وممكن بعد كذا يزيد نسبة الالتهاب في الجرح ونتيجة ذلك ممكن يحدث فتات، فهذه بفضل الجراحة الحديثة تفادينا المضاعفات هذه. وممكن يكون بعد العملية طبعا في الجراحة الكبيرة أو الطويلة يكون تكون سائل نتيجة تفاعلات بعد إجراء العملية، لأن القطح يكون كبير يصير تجمعات، ممكن هذه التجمعات يصير فيها التهاب، وكما ذكرت في النهاية ممكن تؤدي إلى فتاق في الأخير. طبعا مكلف، ما يكون في مضاعفات حتكون مكلفة على المريض وعلى المستشفى، وفي هذه الحالة ممكن تصل هذه المضاعفات إلى 15% من الحالات وليس كل الحالات. أما في عمليات تغيير المسار فقد يحصل ضيق في فتحة التوصيل الجراحي بين الأمعاء، وتصل هذه إلى 12% وممكن علاجها بعد العملية إذا كان الضيق هذا
هذا التجاوز يعني منع مرور أي سوائل أو تغذية إلى الجسم. وفي حالات نادرة لا تتجاوز 1% من المرضى المعرضين لإجراءات عمليات السمنة المفرطة يحدث موت فجائي أثناء العملية بدون إبداء أي أسباب، ولكن هذه نادرة جدا كما ذكر. وفي بعض الأحيان بيصير تسرب لمكونات الأمعاء مكان التصاق الجراح في لا تتجاوز هذه النسبة 1%، وممكن علاجها حالا ومنع هذا التسرب لأن لا تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تؤدي إلى تسمم الجسم وذلك تسمم الدم ويؤدي إلى لا قدر الله. كما هو معروف أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة عند تعرضهم لأي عمل جراحي معرضين إلى حدوث جلطة دموية في الأوعية الوريدية العميقة في الساق، ومن ثم تنتقل هذه الجلطة إلى الرئة، وهذه مضاعفات خطيرة ونسبة حدوثها من 1 إلى 2%. فيجب اتخاذ إجراءات وقائية قبل وأثناء العملية وبعد العملية لكي يمكن تجنبها قدر الإمكان، وهي في اتخاذ وضع المريض تحت دواء لسيولة الدم أثناء العملية. كما يوجد أجهزة هناك طبيعية للضغط على العضلات باستمرار طبعا بفترات متقطعة عشان لا يحدث احتقان في منطقة الساق. وكذلك بعد العملية يشجع المريض انه هو يقوم ويتحرك بأقرب سرعة. يعني طبعا عمليات المنظار احنا خلال 24 ساعة المريض بيتحرك وبيمشي، غير العمليات السابقة الذي كان يمكث ممكن لغدة أيام على السرير، وهذا يزود نسبة حدوث الجلطة الدموية. المضاعفات طويلة المدى التي تحدث بعد شهور، ممكن بعد 3 شهور من إجراء العمليات، برضو حدوث فتاق جرحي، وهذا كما سبقا ذكرت في العمليات المفتوحة وليس التي تجرى بالمنظار. وقد يحدث ضيق في مكان التصاق الأمعاء الجراحي أو العكس، وهو تمدد منطقة الالتصاق. وفي الحالتين النسبة لا تزيد عن 18%، وممكن تصليح هذه المضاعفات. وفي بعض الأحيان يحدث تخدش في جدار المعدة أو المريء نتيجة الضغط على هذه المنطقة، ممكن يؤدي إلى قرحة سواء في المعدة أو في المريء، وتصل النسبة من 12 إلى 15%. وفي أحيان أخرى يحدث تسرب مكان التصاق الأمعاء الجراحي بعد أول 3 شهور من إجراء العملية، وممكن تلافي وتشخيصه وممكن تصليح مكان التسرب. كما أنه في بعض عمليات اللي هي تغيير المسار ونتيجة سرعة انتقال الغذاء من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة قد يحصل تمدد للأمعاء وألم في البطن وإسهال وانخفاض في معدل الضغط وغثيان وزيادة سرعة نبضات القلب، وممكن تؤدي كمان إلى إغماء. فممكن علاجها بالأدوية وبنظام معين في الغذاء. وهناك بصفة عامة في جميع عمليات السمنة المفرطة مضاعفات ممكن تجنبها بالتعويض عن النقص الذي يمكن أن يحدث، مثل نقص الفيتامينات والأملاح والحديد. وهناك طبعا المريض بيكون تحت متابعة وتشخيص وفحوصات لاكتشاف إذا كان هناك نقص في أي حاجة من الحاجات الأساسية. ماذا يجب على المريض بعد العملية؟
يجب على المريض الالتزام بالتعاليم الخاصة بالأكل، يجب على المريض مراجعة الجراح بانتظام حسب المواعيد، وعادة تكون زيارة أسبوع بعد العملية لفحص الأجراح، وبعد ذلك يقوم المريض بالمراجعة بعد شهر من إجراء العملية، وذلك لأخذ الوزن والنظر في وجود أي مشاكل صحية مثل نقص في الفيتامينات، وبعد ذلك يقوم المريض بالمراجعة كل 3 أشهر لمدة سنة، وبعد ذلك يراجع الطبيب كل 6 أشهر لمدة سنة، وبعد ذلك يراجع الطبيب مرة في السنة. بعد العملية عندنا 4 مراحل. طيب، المرحلة الأولى بتبدأ من بعد إجراء العملية بيوم أو يومين، هتستمر هذه المرحلة لمدة يوم أو يومين. في هذه المرحلة طبيعة الأكل لازم يكون غذاء سائل رائق، يعني المفروض بعد ما يعمل المريض العملية أكله لازم يكون سائل رائق. زي إيش؟ زي مثلا الموية، أي حاجة سائلة رائقة زي الموية، عصير التفاح اللي هو من غير شوائب حاجة رائقة، زي مثلا الحساء اللي هو مرقة الدجاج مثلا، زي كمان الجلي، يعني حاجة تكون سائلة رائقة من غير كمان سكريات. طيب، هذه المرحلة الأولى حيستمر عليها، يفضل ياخد الأغذية دي أو يفضل ياخد يستمر على طبيعة الغذاء ده لمدة من يوم ليومين. بعد كده حتبدأ المرحلة الثانية اللي هي الأغذية السائلة بشكل عام، يعني مو لازم تكون أغذية رائقة، بس تكون سائلة بصفة عامة، يعني زي مثلا الحليب، اللبن، المهلبية، الكاسترد، دي كل الأشياء، صلصة التفاح، كل الأشياء دي حتكون ممكن هو يتناولها في المرحلة الثانية. عصائر الفاكهة بأي أنواعها، يعني مو شرط تكون كمان صافية، مو مشكلة لو كان فيها شوية شوائب. طيب، المرحلة الثالثة بتستمر من 2 لـ3 أسابيع. في هذه المرحلة حيكون الغذاء نوعه لين، يعني أي حاجة لينة بيقدر إنه المريض يتناولها، زي مثلا شربة خضار، خضار مهروسة، شربة زي مثلا الخضار المهروسة، الدجاج أو اللحم اللين المهروس، ممكن كمان البيض، أي حاجة ممكن تكون مهروسة يقدر إنه هو يتناولها. طبعا زي ما قلت هذا النوع من الغذاء بيستمر من 2 لـ3 أسابيع. آخر مرحلة اللي هي المرحلة الرابعة هي المرحلة الأخيرة. في دي المرحلة المريض نفسه هو اللي حيقرر متى حيبدأ، يعني إذا حس إنه من 2 لـ3 أسابيع لسه معدته ما قدرت تتأقلم مع الأغذية الاعتيادية اللي هو الأكل العادي الطبيعي، خلاص حيطول كمان في الغذاء اللين وألين ما هو يقرر بنفسه متى أنا أقدر أخذ الغذاء ده. طيب، إيش هي الأطعمة اللي يجب الابتعاد عنها بعد إجراء العملية؟ طبعا هو بعد ما يعمل المريض العملية حيكون في أسلوب معين أو عادات غذائية كان بيتبعها ومفروض إنه يغيرها، زي مثلا في الأشياء اللي المفروض إنه هو يسيبها تقريبا يعني للأبد، تقريبا عندنا مثلا الفشار، المكسرات والبذور، الخضروات الغنية بالألياف زي مثلا الخس، الأشياء اللي يحسها قاسية على معدته وصلبة فيها ألياف كتير ممكن تأذي المعدة، هذه الأشياء لازم يبتعد عنها. المشروبات الغازية، الأغذية المعلبة، اللحوم، الأشياء القاسية شوية، الفواكه المجففة. لو لاحظنا كل الأغذية دي قوامها بيكون خشن ممكن إنه هو يأذي المعدة. نصائح عامة للمرضى اللي عملوا العملية، إنه يزودوا كمية البروتينات في أكلهم، إيش يعني إنهم يأكلوا، يشربوا حليب كتير، يأخذوا لبن زبادي، أجبان، لحوم، ممكن كمان يضيفوا الحليب البودرة، يعني يضيفوا الحليب البودرة لأي حاجة ممكن يأخذوها بس عشان يزودوا كمية البروتينات، يأكلوا بقوليات، الفول، الحمص، الأشياء دي كلها، الفاصوليا، هذه كلها تعتبر بروتينات
ممكن من خلالها يزود كمية البروتين المأخوذة. كمان حاجة مهمة، المفروض انه ما تتجاوز كمية الاكل في الوجبة كلها كوب كامل. يعني خلاص المريض في دي الحالة بعد ما عمل العملية حيبطل يأكل كميات كبيرة، لازم يحدد كمية الأكل اللي هو يأكلها بحيث أنها ما تتجاوز كوب كامل. المفروض كمان أنه عدد الوجبات بتزيد، يعني بدل ما كانت 3 وجبات أو وجبتين في اليوم كله، المفروض أنه هو يأخذ من 4 لـ6 وجبات. يعني بدل ما تكون الوجبة كبيرة حتتوزع على طول اليوم على 4-6 وجبات، بس تكون وجبات صغيرة. كطفل ما كنت طفل، كنت طفل كبير، كنت أطفال، مجموعة أطفال. كنت طفل من جوا لكن إرهابي كبير من برا. أنا كل ما بدي ألعب لعبة أنت بتنكسر، لا تطلع على هذه بتنكسر، لا تلعب على هذه مش عارف إيش. أروح السوق لا بتروح باسم الشباب، ما بتروح باسم الأطفال. البلاطين دائما في حرب، قص طويل ليل إنه بيجيب حتى الكبار ما بيجيب حتى الصغار. حتى لما دخلت المدرسة برضو وقفت عند نقطة معينة إنه دوبه قاعد في الكرسي، أنت أول واحد ما تقعد خليك في الأخير عشان اللي وراك يشوف السبورة. لما طلعت المدرسة بديت تعرف إنه إيش، لا أنا ما ألبس، ما يصير ألبس زي كذا، أنا ما يصير ألبس زي كذا، في فرق. الأولاد يعني مجموعات، بيسوي مجموعات أصحابهم وأصحابهم، أنت تلاقيك قاعد وحدك. الكورة كنت ما أقدر أمارسها نهائياً، ما في شيء اسمه كورة، كرة القدم هذه ما بعرف ألعبها. أنت الفتوة، ما يقولوا لك دب، يقولوا فتوة يعني ضخم. كانوا بيخافوا منك لما تيجي تمسك الكرة ولا تمسك حاجة، بعدين كانوا دائما بيخلوني احتياط. ما كان عندي ثقة بنفسي كثير. ليش؟ ما كنت أحس نفسي زي أي شاب، كنت أتمنى أصير زيك زي هذا زي هذا. على العكس كنت أحسده يعني، أقول هو عايش أنا ماني عايش. هم بيمارسوا حياتهم طبيعي جدا، أنا لا، أنا دائما كئيب. معروف المتين هذا ماخذين عنه فكره الناس انه هو كسول وانه بليد وانه ضعيف. انت انسان عبء علي يعني، ابعد عنه احسن. ايش بدي فيه هذا الشخص يعني، انا ما احتاج بشيء. ضبط 3/4 وقتي والله في الاكل، ضبط الساعه الاكل. انا ارجع البيت الاكل، واخرج من البيت وفي يدي الاكل، وارجع البيت على العشاء على وقت الأكل. كانت حياتي إيش؟ عيش عشان تأكل يعني تقريبا، بس مش عشان أي حاجة تانية. في المسجد يعني أغلب الأحيان بصلي وأنا قاعد، أغلب طبعاً الصلاة كنت أصلي وأنا قاعد. ما كنت أروح المسجد، كنت أقسم الصلاة في المسجد، إني أستحي أصلي وأنا قاعد بعمري هذا يعني. كنت أصلي بالبيت عادة وأرجع. سافرت وكنت انحرج صراحة كثير جدا بشكل ما تتخيله من المقاعد حق الطيارة، كنت اتضايق بشكل مو طبيعي. لكن اركب الطيارة زي اللي مكسور عيني. ممكن بعض الأحيان ادفع ضعف سعر التذكرة عشان اسافر. والله انا جاني بداية سكر والنقرس تعب والام في الظهر. كان عندي مرض مزمن قبل العملية اللي هو عسر الهضم باستمرار، عندي إمساك، القولون العصبي شغال باستمرار. أنا كنت أنام نص ساعة وأصحى وساعة وأصحى. اللي حولك يحس بالمشكلة كمان معك مو بس أنت. كلها بقت نفس كافيين. سجلت مرتين بنادي صحي. أطول فترة قعدت فيها عمر رجوع 4 أيام. أهلي، إخواني، إخواتي، البنات، أصحابي، ما حد بعيد نهائياً، ما حد بعيد. لما ضاقت في الدنيا يا رامي، ضاقت في الدنيا خلاص، لقيت إنه ممكن في وضع نفسي مع علاجي النفسي أخسر زوجتي وأخسر أولادي. إنسان جداً متفائل، إنسان جداً بأتمنى الخير لكل الناس وأتمنى لي أنا، بأتمنى أي شخص يزيد وزنه فوق 100، أول شيء زي كلام الطبيب يسعى بالرجوع. إذا قدر على نفسه أوكي، ما قدر لا بالعكس يلحق نفسه قبل ما يوصل 120 و130 و140 و100 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 و100
ما هو عيب ولا خطأ. يمكن صار في إقبال على الحياة أكثر، صار نفسية أكثر. حياتي كلها فرقت، حياتي الزوجية اختلفت تماما، أصبح عندي نشاط كبير. ما بحب جلسة البيت، ما بحب أتفرج على التلفزيون. والله زمان كنت دائما على التلفزيون 24 ساعة. تقدر تخرج تتمشى، تقدر إنك تلبس لبس معين، تقدر إنك تنام بطريقة صحيحة، تقدر تقعد في الأرض مع أهلك وحبايبك تساميهم. مدير المباشر مبسوط، وسمعت منه كلام كثير عن طريق ناس تعرفها مش مباشرة إنه زاد أدائي. بالنسبة لوضع العائلة، وضع الزملاء جدا مبسوطين جدا بشكل ما تتخيلوا. أصبحوا الآن بيحبوا يقعدوا معاي، يقولوا لي أكرم أنت أنقذت نفسك. فعلا لما فكرت فيها وقال لي الدكتور صالح انه كان في بوابة هلاك وطيران في سن الأربعين، اللي هي بوابة الأمراض، اللي هي الأربعين أوريدي أحيانا بتمرض بالسكر وبالضغط والكلام هذا، فما بالك أنت وزنك زيادة بتمرض في العشرين مش في الأربعين. فأنت فعلا لحقت نفسك وقفلت البوابة هذه.